وما زلنا مستمرين في الجزء الثالث لينا، هنكمل مسائل على طول بمسألة رقم 4. بيقول لي أنا عندي بيستون سلندر ديفايس، احنا غالبا زينا من الجملة ديت بيستون سلندر ديفايس. ماشي، يبقى دي أول حاجة أنت كجيفن بتكتبها لنفسك، يعني ده كده بيستون سلندر ديفايس. بيقول لي إن أنا عندي انيشال كونتين اير بيحتوي على هواء، تمام، أو بيحتوي على هواء. الهواء ده عند ضغط كام؟ 150 كيلو باسكال. ثانية واحدة، تمام. يبقى أنا عندي هنا البريشر البي 1 بيساوي 150 كيلو باسكال. نكمل مسألتنا، وبيقول لي عند درجة حرارة 27، يبقى تي 1 هي 27 درجة سيلسيوس. نكمل تاني. At this state وعند نفس هذه الحالة اللي أنا الحالة اللي هو بيتكلم عليها دي أول حالة لسه، بيقول لي the piston is resting on a pair of stops and the enclosed volume is 400 لتر. يقصد ايه؟ بيقول لك انا لسه في الحاله الاولانيه ديت، يعني ما اتحركتش، انا عايز بس ارسم لك البيستون واقول لك ايه حته الستوبرز اللي هو حاططها ديت. ادي يا سيدي البيستون، تمام، ده كده السلندر بتاعه، وادي البيستون. البيستون ده او البيستون ده محطوط على السوبر حاجه زي نظام صدادات كده، تمام، طبعا جوه فيه هواء. الهواء ده ليه قلنا حجم قال ان الفي واحد، انا طبعا هنضيفها هنا كده، قال ان الفي 1 بتساوي 400 لتر، واحنا عارفين ان المتر المكعب فيه 1000 لتر، خلاص، يبقى اللتر فيه 10 اس سالب 3 متر مكعب، عشان انت هتشتغل بالمتر المكعب مش هتشتغل باللتر، فتضرب دي في 10 اس سالب 3. طب نكمل، مش مشكله. بيقول لي the mass of the piston، كتلة البيستون is such that 340 كيلو باسكال pressure is required to move it. The air is not heated until its volume has doubled determines the final temperature. طيب نشوف بقى ملخص الكلام ده ايه. طبعا المسألة دي يعني فيها فكرة شوية، بمعنى المسألة دي فيها ثلاث حالات. أول حالة إن البريشر بتاعك 150، خلاص؟ هو فضل يعمل إيه؟ يسخن. هو الحاجة الوحيدة اللي يقدر يعملها إن هو يسخن النظام او السيستم بتاعه جوه، يبقى هو عمال يدخل في ايه؟ عمال يدخل في حاجه اسمها الكيو، الكيو ان، فكل ما بيسخن كل ما بايه البيستون بيترفع لفوق، كل ما الغاز اللي جوه الاير جوه بيتمدد. فهو الحاجه الوحيده اللي بيتحكم فيها هي التمبريتشر. مع تغير التمبريتشر بيوصل لكذا حاله، يعني هو بيغير في درجه الحراره عمال بيوصل لحالات مختلفه. الاول حاله كان فيها البريشر 150 والتمبريتشر 27 والحجم كان 400 لتر. بعد كده بيقول لك انا فضلت اسخن والكلام ده كله، وبعد كده وصلت لحاله ثانيه، يبقى انا هكتب هنا ستيت رقم 1، هنا ستيت رقم 2، وعندي الستيت رقم 2 دي هيكون في بريشر اسمه بي 2 بيساوي 340 كيلو باسكال، خلاص، وما زال الفي 2 الحجم الفي 2 بتساوي الفي 1، خلاص لسه الحجم ما اتغيرش. لكن بعد كده هيقول لك ان انا كتر ما انا بسخن هيحصل ان البيستون ده يترفع لفوق، فاوصل معايا للستيت رقم 3. هي معلش المساله غريبه شويه، اوصل معايا للستيت رقم 3، تمام. في الستيت ديت بيقول لك البريشر هيفضل ثابت، يعني البي 3 بيساوي البي 2، يعني بيساوي 340 كيلو باسكال، خلاص. طيب ال V2 احنا قلنا في الحالة الثانية هي هي الحالة الأولى، يعني هو فضل يسخن لكن البيستون ما اتحركش من مكانه، فضل البيستون مكانه، يبقى الحجم يفضل ثابت. إذا في خلال الفترة اللي هي 1 و2 مفيش شغل حصل، ليه؟ لأن الحجم، خد بالك اربط الشغل بالحجم، طالما الحجم فضل ثابت ده معناه إن مفيش شغل، يعني مفيش ورك دان هنا، خلاص؟ يبقى ال V2 بيساوي في 1، البريشر الثاني هو اللي اتغير، يبقى البريشر هو اللي اتغير في الحالة الثانية بس، فبقى ب 340 كيلو باسكال. هنروح للحالة الثالثة هنلاقي إن البريشر برضه ثابت، بس ثابت إمتى؟ عند الحالة الثانية، خلاص؟ يبقى الحالة الثانية والحالة الثالثة البريشر فيهم ثابت، بس مين اللي اتغير؟ الفوليوم. أصبح معاك إن الفي 3 بيساوي 2 الفي 1 أو الفي 2 وات إيفر يعني سيان، خلاص؟ بتساوي 2 الحجم الأصلي، بيقول لك الضعف. خلاص؟ يبقى الفي 3 بتساوي الرقم ده، طبعًا هتضربه في 10 سالب 3 يعني 4 من 10 في 2 يعني هتساوي 8 من 10 متر مكعب.
طيب يا سيدي، طبعا انت نسيت هو عايز ايه. هو بيقول لك اوجد الفاينل تمبريتشر، يعني عايز التي 3. خلاص طيب، واحده واحده بقى. طيب يا سيدي، هو في المساله دي طالب التي 3. طب معنى ان هو طالب التي 3، انا عايز اركز شويه. هو انا اساسا انا بستخدم ايه، او ايه السيستم بتاعي قايم على ايه بالذات؟ قايم على ان في هواء، صح؟ يعني البيستون سلندر ده بيكونتين لاير، الهواء. طب والهواء ده يعتبر ايديال جاز ولا مش ايديال جاز؟ الله ينور عليك. يبقى انت كده دخلت في درس الاولاني بتاع الايكويشن اوف ستيت بالظبط كده، اللي هو بيقول ايه؟ بيقول لك ان البي في، انا بنحل هنا كده، دي الجيفنز، بيقول لك ان البي في بتساوي الام في الار في التي. صح الكلام؟ صح الكلام. طيب دلوقتي انا عايز، لو نفترض ان دي بي 1 وده الحجم الاولاني، في حاجه اسمها ام 1 في الحاله دي؟ هتقول لي ام 1 وام 2 وام 3، اقول لك لا، لان ده هواء، كتله الهواء ثابته، الله يفتح عليك. طيب الار ده ثابت، بتجيبه من الجداول. التي هتسميها تي 1. يبقى دي الحاجات اللي بتتغير مع كل حاله من الحالات دي. خلاص. طيب يا سيدي، يبقى انا عندي دي الماس، اركن الموضوع ده شويه. تقدر تقول كمان ان البي 2 او البي 3، في البي 3 مش عايز احسب التي 3، امشي معايا واحده واحده، هتساوي الماس في الار في التي 3. تمام. انت هتاخد المشترك ما بينهم، مين هو الماس؟ هتطلع من هنا الماس وتطلع من هنا الماس وتساوي الاثنين ببعض. فلما تطلع من هنا الماس هي عباره عن بي 1 في 1 على ار تي 1، فيبقى عباره عن بي 1 في 1 على الار تي 1 هتساوي بي 2، قصدي بي 3 في 3 على الار تي 3. هو مش الار نقدر نطيرها مع الار؟ طيب انت عايز تحسب مين؟ ما تنساش عايز تحسب انت التي 3. ده كلام جميل. البي 1 كل حاجه هنا بقى جيفن، بقى البي 1 ب 150 كيلو باسكال، الفي 1 قلنا ب 400 لتر تضرب في 10 سالب 3 عشان يبقى بالمتر مكعب، يعني 4 من 10 على التي 1. درجه حراره في الاول هي 27، وخد بالك في الايكويشن اوف ستيت بتشتغل بالكلفن، بالابسوليوت فاليو بتاعتك، عشان ما تنساش الحته دي، 273. وانت بقى شغال في التيبلز وبتطلع التمبرتشر من التيبلز بتاعتك، بتخليها ايه؟ كلفن، اللي هو بيور سبستنس. هتساوي البي 3، احنا قلنا البي 3 اتضاعفت فبقت بتساوي 340. تمام. ثانية، انا عايز اشوف هي اتضاعفت ولا، يبقى 150 300. لا، الحجم هو اللي اتضاعف، معذرة، الحجم اه البريشر هو اللي اتغير عادي. طيب البي 3 ب 340، الفي 3 بعد ما اتضاعفت بقت 8 من 10 على التي 3. والله انا عايز احسبها على طول، تطلع التي 3 مباشرة، تطلع معاك بالسليزيوس، تطلع قصدي بالكلفن، تي 3 هتساوي 1400 كلفن. كده انا طلعت معاك التي 3. كده خلصنا، كده حسبنا الفاينل تمبريتشر. بيقول لك the work done by the air. اها، بص بقى، ركز في الحته اللي جايه دي. انا عايز احسب الورك دون. هو انا مش انت عمال بتسخن، تسخن الغاز اللي جوه بيتمدد، بيرفع لي البيستون لفوق. اثناء لما البيستون بيترفع لفوق اصبح انا عندي في شغل. ليه في شغل؟ عشان اصبح الحجم تضاعف، الحجم تغير، في حركه، اذا في شغل. صح كده؟ تمام. لان هي الشغل عباره عن ايه؟ قوه في مسافه. انت قطعت مسافه، اذا في شغل، اذا ده تحرك، اذا في شغل. يبقى انا عايز احسب الورك باوندري. خلاص. الورك باوندري ده يعتبر خارج ولا داخل؟ هو انا مش بعمل هنا اكسبانشن، تمدد، وده بيترفع لفوق، اصبح ده الورك خارج، اسمه الورك اوت، اللي هو الورك باوندري. تمام. بص يا سيدي، ممكن تعملها بالبي في دايجرام، هتسهل عليك. ليه؟ كل حاجه موجوده عندك. لو رسمنا هادي البي وادي الفي دايجرام، وقلت لك مثلا، طبعا خد بالك هتقول لي انا عندي باشمهندس ستيت 1 وستيت 2 وستيت 3، انا هشتغل مع مين؟ هقول لك اشتغل مع ستيت 1 وستيت 3. طب وستيت 2؟ هقول لك ما انت لو جيت بصيت في ستيت 1 وستيت 2 هتلاقي مفيش تغير في الحجم. التغير في الحجم حصل فين؟ حصل في ستيت 3. يبقى خد واحده من هنا مع واحده من هنا. تمام. خد ستيت 1 مثلا مع ستيت 3. الايه اللي انا محتاجه من اول ستيت؟ محتاج منها بريشر وحجم، والستيت الثانيه محتاج منها بريشر وحجم. خلاص.
هتيجي على البي في دايجرام هنا في 1 وهنا في 2 هنا بي 1 وهنا بي 3 خلاص هنا معذره في 3 برضه مش في 2 تمام هي في 2 بس في 3 او تفر يعني مش تمام لا في 3 غير في 2 اه في 3 اتضافت طيب يا سيدي هتيجي عند في 1 وبي 1 بص واحده واحده الاول هو انا من الحاله رقم 1 للحاله رقم 2 مين اللي ثابت ومين اللي بيتغير هتقول لي لما لقيت لاحظت ان بي 1 بتساوي 150 دخلت على الحاله الثانيه لقيت الضغط هو اللي بيتغير اصبح عندك انك انت هترسم خط لكن الحجم تعال بص قارن الحجم هتلاقي ان هو بدا ب 400 لتر برضه في 2 بيساوي في 1 يبقى الحاله الثانيه هي الحاله الاولى يبقى انت هتعمل خط كده مستقيم الخط المستقيم الراسي يمثل ان الفي هي اللي ثابت طالع من هنا كده تمام اللي بيتغير هو البريشر خلاص بعد كده هتلاقي من الحاله الثانيه للثالثه هتلاقي البريشر وقف بقى 340 لكن الحجم بيتضاعف فتلاقي ان البريشر وقف هنا كده والحجم وصل لغايه فين وصل لغايه هنا طيب المسار بتاعي كده في الاتجاه ده ثم في الاتجاه ده الورك دان هو الورك دان في الحاله دي هو عباره عن الاريا اندر ذا كيرف يعني ايه هو عباره عن المساحه دي اها يبقى هو ده الورك دان بالظبط يبقى انا عندي الورك دان الورك الشغل اللي اتبذل اثناء البروسيس دي مع تغير الحجم من الحاله الاولانيه للحاله الثالثه هي دي حالتين اللي انا لاحظت فيهم تغير في الحجم غير كده ما اشتغلش فاقول لك ان الورك دان بيساوي ايه المساحه هنا عباره عن ايه عباره عن الطول في العرض عادي مساحه مستطيل طب الطول هو عباره عن تغير في الايه في الحجم يعني عباره عن في 3 ناقص في 2 عشان يديك طول الحته دي في الارتفاع الارتفاع كله يمثل مين يمثل في 3 فتقوم انت ضارب دي كده في 340 خلاص طب ما انت كده كده عندك الفي 3 جيفن اهي وعندك الفي 1 جيفن اهي وعندك 340 خلاص تضربها تحسب على طول الورك دان هيطلع معاك ب 140 كيلو جول خلاص طيب هيسكت لا يقول لك احسب لي التوتال هيت ترانسفير تو ذا اير مساله طويله حبتين فيها 3 ريكوايرز فبس هي حلوه يعني لذيذه الفكره كلها انك تحدد الستيبس بتاعتك وتمشي ستيب ستيب كويس يعني طيب هو عايز يحسب ايه؟ بيقول لك التوتال هيت ترانسفير تو ذا اير هو انت عشان ترفع لي البيستون ده لفوق مش لازم تكون بذلت حاجه في طاقه دخلت السيستم دوت اه ما انت عمال بيقول لك بتدخل حراره فرفعت لي البيستون لفوق انا عايز اعرف مقدار الحراره اللي انت دخلتها عشان يحرك لي البيستون فالحجم يتضاعف شفت الموضوع بيمشي ازاي؟ بالفهم كده يبقى انا عايز اعرف الطاقه اللي انا دخلتها في جوه السيستم عشان ارفع البيستون فضاعف الحجم يبقى انا ايه؟ عايز اعرف الطاقه دي بتساوي ايه بالظبط يعني تمام هو ده عباره عن ايه الفيرست لو الفيرست لو عباره عن مجموع الطاقات اللي داخله السيستم ومجموع الطاقات اللي خارجه ما تفكرش كتير الفيرست لو بيقول لك ايه بتكتبه كده ده الستاندرد بتاعك بتقول ان الاي سمشن الاي ان ناقص الاي سمشن او قصدي سمشن الاي اوت بتساوي طاقه النظام اللي هي سمشن او الاي سيستم عموما خلاص هو انا لو تفتكر فوق قال لك ان انا بيستون سلندر ديفايس شفت الحاجات دي بتفرق معاك ازاي ليه لان انا لما اقول لك طاقه النظام ده معناه ان طاقه النظام تكاد تكون ممكن تكون بتحتوي على طاقه داخليه للانترنال انرجي او بتحتوي على بوتنشال انرجي او بتحتوي على كاينتيك انرجي ثلاث حاجات ممكن انها تحتوي على طاقه النظام لكن لما اقول لك بيستون سلندر ديفايس انت كده حددت لي انا فين انت كده بتقولي ان انا كلوزد سيستم بالظبط ده معناه ان مفيش طاقة حركة ده معناه ان مفيش طاقة وضع يبقى مجموع طاقتي الوضع والحركة بايه بصفر في حالة ان انا كلوزد سيستم في حالة ان انا بيستون سلندر اربط المواضيع ببعض اصبح ان الاي سيستم كله هتشيله بس كده وتحط مكانه ايه الانترنال انرجي اللي هي الدلتا يو خلاص طيب الطاقة اللي داخلة والطاقة اللي خارجة هي الطاقة اللي داخلة نرجع نقول الطاقة اللي داخلة النظام ممكن تكون داخلة على صورة ايه وايه ممكن تكون داخلة على صورة طاقة حراريه فتكون اسمها كيو ان انا مش شغال في الحته دي او تكون انا بقول سمشن يبقى مجموع زائد شغل ممكن يكون شغل يبقى اسمه دبليو ان يبقى انا كده ده اسمه سمشن الطاقه اللي داخله ناقص سمشن الطاقه اللي خارجه
الطاقة اللي خارجة ممكن تكون برضو على هيئة طاقة حرارية واسمها كيو اوت، زائد ممكن يكون شغل خارج عادي، الكلام ده بيساوي الدلتا انترنال انرجي. هتبسط الشكل دوت وتشوف مين اللي انت محتاجه. هو انت في المسألة بيقول لك احسب لي مين الطاقة اللي انت ادخلتها، الطاقة الحرارية اللي انت دخلتها، يبقى هو عايز يحسب الكيو ام. خلاص، في حاجة اسمها الدبليو ام، لا المسألة ما جابش سيرة ان في شغل داخل، خلاص يبقى دي كده شيلها. طيب الكيو اوت، هل في طاقة حرارية انت فقدتها؟ ما جابش سيرة ان في حاجة اسمها انا فقدتها خالص. طيب الكيو الدبليو اوت، في شغل انت فقدته او في شغل طلع بره السيستم؟ اه الورك باوندري، انت نسيته ولا ايه؟ مش انا قايل لك ان سبيسون ده بترفع لفوق، ده معناه ان الورك اوت هو الورك باوندري. يبقى اصبح مين اللي معاك؟ الورك اوت ومعاك الكيو ام، تاخدهم على جنب كده وما تنساش ان في هنا اشاره ماينس، ما هتضربها هنا، تضربها هنا يعني قبل ما ايه، قبل ما تاخد الاثنين دول مع بعض، فتاخدهم في جنب كده هنا مثلا، تعال ناخدهم هنا. يبقى انا عندي هنا كده الكيو ان اللي انا عايز احسبها، الناقص ده هيتضرب في الدبليو اوت، يبقى ناقص دبليو اوت هيساوي الدلتا انترنال انرجي اللي هي الدلتا يو. خلاص، طيب هتودي الاوميجا، او اسم معذره اوميجا تي، هتودي الدبليو ده الناحيه الثانيه، فيبقى الكيو ان بتساوي الدلتا يو او الدلتا انترنال انرجي زائد الدبليو اوت. طيب ده كلام جميل يا مسهل. المشكله معايا بقى في السبوره الضيقه دي. طبعا احنا رسمه في النهايه، خلاص همسح بقى البستون ده خالص. انا وصلت لايه يا شباب؟ وصلت ان الكيو ان، تعال نعمل هنا كده، وصلت ان الكيو ان هي عباره عن الدلتا يو. طب ما الدلتا انترنال انرجي هتفكها الماس يو 2 ناقص اليو 1 زائد الورك اوت اللي هو الورك باوندري اللي هو احنا حسبناه من شويه كان كام؟ حسبناه كان ب 140 كيلو جول، حطه على طول واخلص 140 كيلو جول. طيب المساله دي ناقصها ايه، او المعادله دي ناقصها ايه عشان احسب الكيو ان؟ ناقصني الماس، ناقصني اليو 2، ناقصني اليو 1. لو تفتكر انا قايل لك ان انت ممكن تجيب الماس من هنا، صح؟ كده كده الماس في كلتا في كل الحالات هي ثابته لان دي كتله هواء. خلاص، فان الماس هنا عايز تجيب الماس، الماس هتساوي من هنا كده البي في الفي على الار في التي، ماشي؟ بي 1 في 1 على ار في تي 1. طب ما هي بي 1 جيفن 150، التي 1 هتحولها لكلفن، ماشي؟ معذره، الفي 1 ب 4 من 10 هتحولها لمتر مكعب، الار الار جاس كونستنت بكام بتاع الهواء؟ حوالي 2870 من 1000، صح؟ بالظبط كده، طلعها انت برضه. في التي، التي 27 هتجمعها 273، جبت الماس، الماس بكام؟ في الاخر هتطلع معايا 0.697 كيلو جرام. دلوقتي انا هحسب الكيو ان. طب اليو، هيحد يقول لي طب ما انا كده ناقصني اليو 2 واليو 1. خد بالك معذره، دي اليو 3 ودي اليو 1، ماشي؟ دي اليو 3 ودي اليو 1. خلاص؟ لان التغير كله حصل فين؟ الطاقه الداخليه حصلت امتى؟ لما البستون اترفع. طب البستون اترفع في الحاله الثالثه، الحاله الاولانيه كما هو، الحاله الثانيه كما هو، يبقى اليو 3 ناقص يو 1. خلاص؟ طيب بص يا سيدي، انا عايز احسب اليو 3 او اليو 1. اليو 1 بتاعت الحاله الاولانيه، الحاله الاولانيه محتاج فيها داتا عشان اخش جداول، محتاج فيها بيانات عشان اقدر اخش جداول، هلاقي فيها ان مديني بريشر، هلاقي فيها ان مديني درجه حراره. لو عرفت تخش بدرجه الحراره ماشي، بس خد بالك ان انت مش هتقدر تخش هنا بسليزس، فهتجمع 29273 عشان الجداول. لا معلش، زرت الجداول الجداول عادي بسليزس، نسيت. طيب هتخش تيبل اي 4 عند 27 27 27، مش لاقي 27، صح؟ طيب هتخش تيبل ايه، خد بالك ان انا هنا هوا، ده اير يا شباب. طالما انت قلت هوا ما ينفعش تخش تيبل اي 4 واي 5 واي 6، معلش خد بالك من الحتت دي عشان متلخبط. اي 4 واي 5 واي 6 امتى ادخلهم؟ لو انا ووتر، لكن انا دلوقتي هوا، يبقى على طول التيبل مين؟ اي 17 اي 17 اي 17 اي 17. هتدور على درجة حرارة 27 مش هتلاقي، ده أول درجة حرارة عندك 200. طب أعمل إيه؟ خد بالك، بص هتخش بالإيه؟ هتقلب تاني، هتلاقي ثانية
المشكلة ان ده كده هواء. ماشي، انا عايز اخش بالتمبريتشر. تمام. التمبريتشر هنا، بس احنا قلنا هنا في الحاله دي هتخش بالكلفن، فال 27 انت عايز تخش ماشي، ينفع تدخل بيها. هتجمع عليها 273 عادي، هتديك 300. هتلاقي 300 موجوده عندك اهو. يبقى عند ال 300 اهي، هتلاقي هنا اهي دي ال 300. ماشي، عند ال 300 هتجيب مين؟ هتجيب الاتش اللي هي 300.19. دي الاتش مين؟ دي الاتش واحد. خلاص فوكس. يبقى انا عندي الكلام ده، هجيب الاتش واحد هتطلع كام؟ 300 كلفن 300، الاتش كانت 300.19 من مين. احنا ما بنجيبش الاتش، احنا بنجيب اليوم. اليوم 214.07، يبقى دي كده 214.07. وعند الحاله الثالثه هتروح شوف التمبريتشر فيها كان كام، مش احنا لسه حاسبينه من شويه كان 1400 صح؟ احنا كده كده هو كان طالبه احنا حسبناه، فانا هفضل ماشي برضو في التيبل دي عند 1400 لغايه ما اوصل 1400. هجيب مين؟ هجيب اليو. هلاقي ان اليو بكام؟ ب 1113.52. يبقى اليو 3 1113.52. اصبح كل حاجه عندك جيفن ولا لا؟ الماس جبتها، اليو 3 جبتها، اليو 1 جبتها، هتطلع على طول الكيو ان. ويبقى انت كده خلصت المساله دي، وده هخليه جزء لوحده عشان الموضوع طول قوي يعني.